يا إلهي إنه كبير، لولا ثروته البنية لقلت بأنه فيل كبير. يا ثعلب الماء هذه لك، يا ثعلب الماء، يا ثعلب الماء، يا ثعلب الماء هذه لك، يا ثعلب الماء هذه سمكتك، لقد وجدتها مستلقية على الصخرة، لا تخف أنا دب لطيف. لست خائفا أبدا منك، ولكن ألست جائعا؟ أظن أنني صام لو بطني من هذا السمك اللذيذ. اقلص، أنت سارق سمك. أشعر أنني بحاجة إلى بعض الحلوى، سأبحث عن النمل اللذيذ. إنني أكتشف ما على أهزة أرضية. سأترك هذا المكان فورا. هذه هي الحياة الرغبة. هذا هو النعيم. لقد أكل هذا الدب جميع سمكاتي. هذا الدب مزعج، إنه أناني وشره. لا تحمل هذا الدب، تم إزعاجي خلال قيلولتي. أين الذوق والكياسة؟ إنه لا يحترم أحد. نذكر أن السمك في الغدير ضاح من حقنا جميعا. نعم ذلك من حق الجميع. لم تحدث قبلا. لماذا لا يا جدنا؟ أحب أن أعرف لماذا. في رأيك إن انتبهتم لكلامي. نريد فعلا وليس كلاما. حان الوقت لتلقي الدب درسا لا ينساه أبدا. الذي يوافق على كلامي ليقل نعم. سنلقيه درسا لا ينساه. ساعدوني. غدا صباحا سنلقي الدب درسا. استعد، فلنستعد جميعا غدا صباحا. فاحترى. حسنا للآن لقد وحلنا الغدير. ما هو قادم؟ انظر. الغدير موحل، لن يعيش السمك فيه أبدا. سأذهب إلى أعلى النهر. دوبل افتح. أرنوب ما بك؟ أخبرني. دوبل، حدث شيء فظيع. فظيع؟ ما هو؟ لم يأكل الدب شيئا منذ أسبوع. إنه غاضب. إنه خطر جدا ولا يحتمل. ماذا سيحدث الآن؟ سيكون مريعا. أشعر رائحة المتاعب وأحبها. فلنتبع زقزوق.
دوبل هيا بسرعة. هيا أسرع أسرع. ما تعال ما تعال. إذا أنت الذي كنت تأكل طعامي ها؟ لا لا لم أكل طعامك. صدقني صدقني لقد جئت للمكان الخطأ. أنت تكذب ولذلك سأكلك على الفطور. أنت الذي أوحدت الغدير وأبعدت الأسماك. كلا كلا صدقني. كذبة أخرى هذا يثير غضبي عليك. ماذا أفعل إليه؟ لم أستطيع الانتقال لتلك الشجرة. أمر لا أستطيع ذلك. ها أبل أكفز. ساعدوني 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 ساعدوني. بوبي بوبي في ورطة فظيع. ساعدوني أنقذوني أنقذوني. أين أنت يا دوبل؟ لقد تأخرت. أنا تعب ومرهق. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. ما تعد ما تعد لا لها من ورطة جميلة. ساعدوني. الأمور تتطور بجدية. علي أن أساعد دوبل. ساعدوني. قد يكون لدي مخ وصفور ولكن لدي فكرة رائعة. أقول ساعدوني. أقول نرى أنك تأمل لذيذ. تعال علي يا صديق الأرنب اللاحم. تعال لاحم صحيح لكني لن أأتي. قد يكون أرنب أرنبا ولكنه سيضحك على الدب. سأطير بعيدا. أكل. الماء بارد جدا. أكل أكل. أعرفك على شخصي، أنا دوبل كوك. هذا ما أريده بالضبط. لماذا أنتم خبثاء؟ الحيوانات الصغيرة تثير عصبيتي، إنها خبيثة معي دائما، لا أعرف لماذا. كيف يمكن لمخلوق صغير مثلي أن يتخابث؟ إن بعضهم عملني بطريقة محزنة، أنا شديد الجوع ويمكن أن أكل خيالي حتى الآن. الجميع هنا في الغابة يهرج ولكن يعملوها بمرح. أنا مع الفرح والمرح ولكن عند الجوع لا يمكن أن أحتمل أبدا. إنها مسألة البقاء. جو وهاري يدعيان أن كل سمك موجود في الغدير الضاحك ملكا لهما، ولو أكل الدب السمك كل يوم فسيقل السمك. هذا قصة غير مقنعة. السمك كثير ويكفي الجميع. هذا صحيح. ما رأيك أن نمرح ونهرج معهم؟ المرح والتهريج بحاجة للوقت. سأهمس لك بسر كبير. ها أنا 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 استخدمت. لقد بدأت أعجب بك. لما لا نصبح أصدقاء؟ هنا لما لا تجلس على كتفي؟
أنا الدب البني كثيف الشعر، يعرفني أصدقائي بالعكول. سأملأ فمي بالسمك الشاحي، السمك الفضي الشاحي. ذلك المحتال لقد أكل أسماكنا، سرقها أكون منا. حسنا يا صديقي، ألا توافقني في كلامي؟ طبعا، ولكن اسمع الآن، ذاك الشري والبني المنحني بين الحشائش، راقب الآن لمن تلك الذبابة هناك، لمن؟ ليست لأحد، لما تقارن تلك الذبابة بسمكتنا أيها الفيلسوف؟ لم يكن بنيتي عمل مقارنة. أنا تطير باتجاهي، راقب الآن. لو لم تطر تلك الذبابة نحوي فلن تكون لي. لو جاءكم وسرقها، أليس منطقي القول بأنه سرقها؟ أليس كذلك؟ نعم إنه منطقي، ولكنه غبي، تبدو غبيا، لقد عجزت أيها الفيلسوف. أخبرني ما الفرق بين السمكة التي اصطدتها أنت وذبابة التي تمسك بها الآن؟ سيكون وضعك أفضل لو تستمع لنصائحي. لو كنت ذكيا لتصادقت ما أقول. سأتأسف وأقترح عليك أن تصادق. من هم أكبر منك حجما وأذكى منك؟ يجب عليك أن تكون أكبر عدد من الأصدقاء وتتحاشى العداوة، هذا أفضل. أريد أن أنتقم منه فقط. جو، كلا، إن عملت تلك الكراهية فإنك ستندم. أين رأب الأعداء؟ لقد قال جد الضفدع الصحيح، علي أن أصادق أقول. دبل، انظر إنه جو، إنه هناك. إنه أقول. ترى من هو الطيب اللطيف الذي ترك هذا الفطور الرائع هنا من أجلي؟ من هو؟ إنه أنا. لقد استطلع من أجلك يا أقول، سنصبح أصدقاء. أنت؟ هذه بداية لصداقة جيدة بيننا. أشعر تقبل انتظاري، لا أحد منا يحتاج لأعداء.